بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا التلميذة قراء إنصاف في عمر 15 سنة من بلدية سرج الغول متوسطة الطويل عبد الله، أدرس بالسنة الرابعة متوسط. شاركت في مسابقة الرياضيات والحمد لله فزت فيها وكنت من الثلاثة الفائزين في هذه المسابقة الوطنية، حيث حظيت بتكريم من طرف السيد وزير التربية الوطنية بالجزائر العاصمة. أنا كنت جد سعيدة بهذا التكريم وهذا الإنجاز. هذا الإنجاز سيكون دافع ويحفزني على أن أعمل أكثر لتحقيق أهداف وطموحات أفضل إن شاء الله في المستقبل، ومن بينها تحقيق معدل أفضل في شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. سير التفوق تاعي في مادة الرياضيات ما كانش سير، أنا نشتي مادة الرياضيات منذ أن كنت أدرس في ابتدائية بوذينة عاشور، وكان يشجعني الأستاذ الأخضر بن سليم باه نقرا هذه المادة، وحبيت هذه المادة بزاف وهذا جعلني أتفوق في هذه المسابقة والحمد لله ربي عطاني الموهبة فيها. بدون أن أتلقى دروس خصوصية في مادة الرياضيات أو غيرها من المواد لا في الابتدائي ولا في المتوسط، حيث أعتمد في مراجعتي في المنزل على المراجع المقررة على الكتب المقررة ولا أعتمد على الإنترنت وغيرها، حيث لا أملك الإنترنت في البيت إطلاقا. دون أن أنسى جميع أن أشكر جميع الأساتذة كلهم باسمه الذين درسوني منذ الأولى متوسطة إلى غاية اللحظة لأنهم شجعوني كثيرا. يجب على كل التلاميذ الاجتهاد في الدراسة رغم كل الصعوبات التي تواجههم في الحياة، رغم أني أسكن في منطقة نائية لكن هذا لا يمنعني من أن أجتهد وأحقق نتائج أفضل. ما عندي حتى هواية لأن المنطقة لا تتوفر على أي مرافق رياضية أو شبانية، وحد الآن أنا من الدراسة إلى البيت فقط أني أقوم بحفظ القرآن في مسجد أبي ذر الغفار بلدية سرج الغول. في الأخير أشكر الله تعالى وأحمده على هذه النعمة وعلى هذا التكريم، وأشكر والدي دون أن أنسى الأساتذة والزملاء والزميلات. من هنا من روضة العلم والمعرفة من متوسطة سرج الغول نشكر صوت سطيف الوسيلة الإعلامية الأولى التي زارت هذه المؤسسة، وهذا بفضل تألق التلميذة قراء إنصاف التي نعتبرها شمعة من شموع مناطق الظل التي أنارت المنطقة ووصل نورها إلى أعلى قمة إلى وزارة التربية الوطنية التي كرمت هناك بثانوية الرياضيات في القبة من طرف السيد وزير التربية الوطنية. قراء إنصاف التلميذة المجتهدة الخلوقة التي كانت قبل تألقها في هذه المسابقة كانت متألقة وإن شاء الله ستبقى متألقة في المتوسطة من خلال النتائج المحققة خلال السنوات التي قضتها بالمؤسسة. تلميذة قراء إنصاف فتحت آفاق مستقبلية لجميع تلاميذ المتوسطة، وكما يقول المثل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، هذا مثال إن شاء الله يكون التلاميذ يأخذها كقدوة، أي أنها التلميذة التي ولدت من رحم المعاناة تألقت بوسائل شبه منعدمة استطعت أن تبلغ العلا، كما نتمنى لها أن تحقق نتائج أفضل ونتائج ممتازة في شهادة التعليم المتوسط، وتشرف مرة أخرى المؤسسة، ولما لا تكرم وطنيا في مع المكرمين في نتائج شهادة التعليم المتوسط. وقبل تنقلها إلى الجزائر العاصمة قامت المؤسسة كريمها
نجلس الآن وبجانب تلميذة الجادة المجتهدة قارة إنصاف، ابنة العائلة بسيطة لكنها غنية بالعلم، التي شرفت العائلة وشرفتنا جميعا كأبناء المنطقة وشرفت البلدية بسبع عامة والولاية ولاية سطيف. إنصاف أنصفتنا وشرفت المدرسة التي كنت أنا أستاذ بها، مدرسة بودينة عاشور. لما كانت إنصاف تلميذة، كانت تلميذة مجتهدة متفوقة ممتازة محبوبة مهذبة، كل الأساتذة وكل إداريين وكلهم كنا نتنبأ بمستقبل لهذه التلميذة. هذه المرتبة ليست صدفة، إنما هي ثمرة العمل الجاد. إنصاف هي نتيجة، هذه دافع لزملائها وزميلاتها بالمؤسسة وبالمنطقة وحتى بولاية سطيف كلها، كل ولاية سطيف تفتخر بإنصاف. ونحن في أيضا بدورنا في أتم السرور والفرح بهذا النتيجة هذه.